أقطعي لأنه يعني طيب. ترك اجتماع هام حتى يكون طيب. معنا ثم أعود إليك في هذه النقطة. الآن انضم إلينا مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الدكتور ياسين أقطعي. دكتور ياسين أهلا بك، كيف رأيت هذا الموقف الأمريكي وما الرد التركي المتوقع؟ والله يعني هذا الموقف من الولايات المتحدة من أمريكا هو شيء لا يضيق لأي دولة صغيرة ولا كبيرة طبعا، ولكن هذه الدولة التي هي يعني معروف حاكمة على العالم وهي أكبر الدول في العالم الآن، أكبر الدول الآن أصبحت بين الدولة الأولى من الجهة الاقتصادية، ولكن من الجهة السياسية ما زالت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم، ولكن هذا الأسلوب وهذا الطرز لا يليق مثل هذا، لا يوافق الطرق الدبلوماسية والحقوق. عندما أي شخص يعتقل في الولايات المتحدة ولو هو مواطن تركي لا أحد أو مواطن أي دولة لا أحد يستطيع أن يقول هذا هو مواطننا ويعني كيف تحاكموه وكذا، يعني ما هو المعلومات بيد الولايات المتحدة أن هذا القصد هو مبرر يعني وهو معصوم من ومعاف من كل المحاكمات، يعني لا يعني في أدلة كثيرة بأنه هو متعلق وكان يدعم الحركتين الإرهابيتين وبينهم يعني حركة الطلاجيلان وحركة البكاكا، كان في أدلة عن علاقات بينهم. وتذكروا لو كان يكون مثله ناس الذين يدعموا الداعش في أمريكا وهم الأتراك وتركيا تقول يعني هذا هو رجلنا كيف تحاكموه، يعني هذا شيء لو تتفكروا المقابل تروا كل المعارض كثير في هذا الأمر، وهذا ما تعمله أمريكا هو شيء غير معقول. يعني كما أشار سيدكم الكريم أنا أن هذه العقيدة الإيفانجيليكية الآن تدير العقل السياسي الدولي للولايات المتحدة، وهذا يعني يبعد ماذا دكتور ياسين عن رد الفعل التركي؟ ما المتوقع؟ والله المتوقع عن تركيا طبعا ليست دولة صغيرة وليست دولة بسيطة ولها تعامل ولها أساليب ولها تقاليد، ووفقا لهذا التقاليد يعني تركيا أبدا لا تقبل مثل هذا الضغط ومثل هذا الضغط على القانون على الحقوق. تركيا هي دولة حقوقية دولة قانونية. نعم. وفي تركيا هذا الشخص ليس مبرر، يعني هو المحكمة قررت أن يكون مسجون في بيته يعني في تحت رقاب الفقر في البيت، ولكن لو باب في هذا الإطار ومع هذا الضغط يرفض، طبعا تركيا ترفض هذا الضغط عليها، لا تقبل هذا ولو كانت أمريكا، من هي أمريكا؟ يعني أمريكا ماذا تحسب نفسها؟ يعني هذا تركيا لا تقبل هذا الضغط وهذا الإجبار عليها لا أبدا. نعم. هي دولة مستقلة ودولة قانونية، فهل يمكن أن تروا تركيا يعني الآن في فتح الله جيلان كما قال الضيف يعني هو ليس رجل ديني ورجل من رجال الدين، بل هو شخص سياسي وشخص جاسوس، يعني كما هو القف ليس رجل دين، نحن نعتبره قف وهو ليس بأنه قف، نحن حقوق تركيا قلته، لا كان هو تحاكمه بأنه له علاقة مع حركات الإرهاب يعني. نعم. مستشار الرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الدكتور ياسين أقطعي، شكرا جزيلا لك.